صباح الخير شنو احوالكم؟ بس عليكم اليوم الجابر عطيهم الصحة عملنا سوربريز حلوة برشا. ماشي ان شاء الله في زيارة للمطبعة الرسمية للقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية في المدينة المنورة. يعني ميلينيوم ديبا وكما تشوفوا يعني الاثنية الحرم يعني سهلة برشا يعني ما هيش صعيبة. قدامكم هذا جامع الغمامة وراكم فيتو جامع الغمامة حكينا عليه في الفيديوهات السابقة وجست وراه بالضبط قدامكم الحرم النبوي الشريف. شاء ربي ينولها لكل مشتاق وكل إنسان يحب يجي إن شاء الله. شاء ربي يتقبل منا ومنكم. سي محمد علي دونك طبعا إن شاء الله في ثنيتنا للمطبعة الرسمية داخل الكريم داخل القاعة ندخلوا إن شاء الله ونشوفوا طباعة المصحف المدينة المنورة مجمع الطباعة الملك فهد. طبعا باش نشوف. أهلا وسهلا سي محمد علي. إحنا وين طبعا؟ إحنا طبعا في زيارة خاصة المجمع بتاع طباعة القرآن الكريم المصحف طباعة المصحف في المدينة المنورة مجمع الملك فهد. هذه زيارة عملناها هي ما فماش في البرنامج ما فماش لكن هو كان المجمع كان مسكر في السنوات الماضية وعاود فتح استغلينا الفرصة باش نجيبوا المعتمرين بتاعنا لزيارة المجمع وتمتع بنسخة من القرآن الكريم مجانية كل واحد ياخذ نسخة. احنا طبعا في الانتظار في الحديقة بتاع المجمع ان شاء الله. يعني نجم تاخذ فكرة على الحديقة ان شاء الله نتلقاه الداخل كان خلينا نصور. هو ممنوع التصوير اما احنا هنا اختفنا الفيديو هذايا كان نجمنا نصوره الداخل نطلعوكم معنا على التفاصيل اللي موجودة الداخل لكن إذا كان ما تمكنوناش أعطيناكم فكرة على الأقل على الرحلة ويا محليه العمر مع الجيب ربي بحر إن شاء الله وتبارك الله. أهلا وسهلا أحنا تويك في وسط المطبع القرآن الكريم مطبع بالمدينة المنورة. تبارك الله ما شاء الله على المطبع وزع يعني المصاحف القرآن على كل المملكة. يعني تونس معنا أحمد سلطان أبو سلطان يفسر لنا أكثر على المطبع الرسمية القرآن الكريم بالمدينة المنورة. حياكم الله على وسهلا. احنا عندنا الزوار ياتونا يعني باعداد كبيره واي زار ياتينا نعطيه هديه نسخه اذا كان يحتاج ترجمه معينه او اي زار ياتي يحصل على نسخه هديه ان شاء الله. ونسبه الطباعه هنا عندنا 50% توزع في جميع انحاء العالم مجانا ما شاء الله. الانتاج السنوي المجمع 18 مليون نسخه في السنه. بارك الله ما شاء الله. عدد اللغات 74 لغه. الله اكبر. اشكر اخي احمد بارك الله فيك. الله يرحمه. جميع انحاء العالم والحاجه اللي بها يعني لاكثر المصاحف تعطي يعني مجانا. بارك الله ما شاء الله. كيما الخدمات عاليه الجوده مع الجبل. ما شاء الله. هذا مصحف المدينة النبوي بطريقة براعي ما شاء الله. يعني مصحف خاص للمكفوفين. الله يثبت أجرهم والله يشفي الجميع إن شاء الله. أمامكم هذا المصحف.
للمكفوفين. الحمد لله تمت العملية على نجاح. الحمد لله كما تعرفوا يعني أهل المدينة كرماء جدا يعني وفقوا باش نصوروا وتويك إن شاء الله يعني كما قاعدين نشوفوا ماشيين باش ناخذوا هدية من أحلى الهدايا يعني تنجم تقدمها هي مصحف قرآني إن شاء الله. السلام عليكم. مصحف. مصحف إن شاء الله. اسم الأخ؟ ماجد. ماجد. شكرا أخ ماجد. كما حكينا لكم أنا خدينا مصحف القرآن الكريم وكنا محمد علي خذيت تفسير. الله يكون في عون الجميع ومرة أخرى الحمد لله يا ربي وكحو. إلى اللقاء.